ولتتحطم جدران الطوائف فيبقى لبنان الحقيقي شعبا ودولة ليمثل على هذه الأرض الكريمة نبضة حية للأمة العربية كلها. أيها الإخوة والأصدقاء، من هذه المواجهة، مواجهة لبنان الغد الحقيقي الذي سنبنيه بمتابعة النضال حتى إلغاء الطائفية السياسية وإحلال العلمنة الكاملة في الدولة. أنا بقول لهذه الأرواح، لإخواننا الشهداء كمال وكمال وأبو يوسف وكل هؤلاء الأبطال، أنا أقول لهم باسم هذه البنادق وباسم هذه السواعد وباسم هؤلاء الثوار وباسم هذا الشعب اللبناني البطل وهذا الشعب الفلسطيني البطل وباسم هذه الأمة العربية المجيدة، نحن معا وسويا وجنبا إلى جنب حتى النصر حتى النصر حتى النصر.